بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 70 بعد 100. في ضوء هذين الحديثين مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، هذا حديث صحيح. وأما لعن الله زوارات القبور فهو حديث آخر، وليس الحديث الذي ذكره السائل ناسخا له، بل هو مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم زور القبور، ليبين أن ذلك خاص بالرجال، وأما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور. نعم، ولا نسخ في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل الذي رمز لاسمه مهند ألف ألف يقول: ما رأي الشيخ في أشخاص قد تخاصموا على أشياء من حطام الدنيا وسفاسفها، فلا يسلم أحد على أحد، واستمرت القطيعة ولا يأكلون معا ولا يجلسون معا، واستمر هذا الحال شهور وسنين، فما رأيكم في هؤلاء الأشخاص وهم من قرابتي ومن بيت واحد؟ هذا حرام شديد التحريم، هجر المسلم عموما وهجر القريب القرابة أخص، وهو محرم لأنه من القطيعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث الآخر: أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى فيغفر لمن يشاء إلا المتهاجرين، فيقول جل وعلا: أمهلوا هذين حتى يصطلحا. فالتهاجر والتقاطع يمنع المغفرة من الله عز وجل لذنوب العبد، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى مصالحة أخيه ومواصلته وعدم هجره وقطيعته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت من سائل للبرنامج، يقول: فضيلة الشيخ، لدي صديق هداه الله سبحانه وتعالى وله أصدقاء سوء، يتحجج لهم أنه ما في البيت أحد وأنه مشغول، ويخشى على نفسه أن يكون كذابا بهذه الطريقة، ويريد أن يتخلص من هؤلاء رفقاء السوء. فضيلة الشيخ، حدثونا عن ذلك وعن الأصدقاء الصالحين وعن أثرهم في حياة المسلم. لا يجوز للمسلم أن يرافق من يؤثر عليه سوءا في أخلاقه أو في دينه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمصاحبة الصالحين: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تجوز مرافقة الأشرار. قال الشاعر: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقال آخر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. والأخلة على الباطل تكون بينهم عداوة يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما المتقون فإن خلتهم تبقى في الدنيا والآخرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول: شيخ، إذا تعطلت منافع الوقف فما التصرف السليم للواقف عليه؟ أن يراجع القاضي. إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يراجع القاضي في المحكمة الشرعية لينظر ماذا يحل مشكلته بموجب الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أيضا له فقرة أخرى في هذا الموضوع بالنسبة لنقل الوقف من مكان إلى آخر. شيخ،
كذلك هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: سمعت أحد الإخوة يفتي يا شيخ ويقول بأنك إذا دخلت وإلى الصلاة والإمام ساجد فإنك تركع وتتم الركوع ثم تدرك الإمام وهو ساجد وتسجد معه فيكون بذلك قد أدركت الركعة. هذا غلط واضح. ولا تركع إذا جئت والإمام ساجد تسجد معه على طول، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم تخر ساجدا مع الإمام لتحصل على أجر المتابعة، ولا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع مع الإمام. إدراك الركوع مع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ، لعل لكم نصيحة لهؤلاء الذين يفتون بغير علم. نعم، هذا تحمل إثما عظيما، الذي يفتي بغير علم تحمل إثما عظيما. أولا أنه قال على الله بغير علم، والله جل وعلا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أعظم الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثانيا أنه غرر بمن أفتاه، فهذا أفتاه في قضية الصلاة، وأفتاه أنه يدرك الركعة إذا ركع هو ثم لحق بالإمام، وهذا غلط كبير. لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام راكعا وركع معه، أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقد فاتت الركعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ماذا يدخل في هذه المكافأة؟ يدخل فيها أن تعطيه مثل ما أحسن إليك، تحسن إليه بمثل ما أحسن إليك أو تزيد على ذلك. فإذا لم تجد شيئا تكافئه به فإنك تدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو أحمد أرسل بسؤال يقول: استغفر من الشيخ صالح فيه، فأنا أدعو إلى الله ولكنني أورد بعض الأحاديث الضعيفة التي يستعين فيها في المواعظ وفي النصائح، ما حكم رواية مثل هذه الأحاديث؟ مأجورين؟ إذا كنت من أهل العلم تميز بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وأوردت الحديث الضعيف لأجل التذكير والموعظة والحث أو الترغيب والترهيب، فهذا شيء رخص فيه أهل العلم. أما أن تأخذ منه حكما شرعيا تحليل أو تحريم، هذا لا يجوز أن يؤخذ من الحديث الضعيف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألف ألف عين، إذا كان الشخص قد سافر فوجد جماعة يصلون العشاء، فهل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب، وما الأفضل في ذلك؟ لا بد من الترتيب، يصلي المغرب أولا ثم يدخل معهم في صلاة العشاء. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلته يقول: إذا وصل المسافر الصائم بلده هل يمسك؟ نعم، يجب عليه أن يمسك. من كان مفطرا لعذر شرعي ثم زال العذر أثناء النهار فإنه يمسك بقية النهار، كالمريض إذا شفي، والمسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ في أثناء النهار، فإنهم يمسكون بقيته احتراما للوقت ويقضونه بعد ذلك لأنهم لم يصوموه كاملا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة أم هنا تقول: أنا امرأة ذهبت مع أهلي لأداء العمرة فلم يتسنى لي القص بعد السعي، فذهبت إلى جدة مع أهلي وأولادي وبدلت ملابسي وشكيت بأنني تطيبت ثم قصيت بعد ذلك. إذا كنت لم تتعمدي التطيب قبل القص فليس عليك شيء، وهذا خطأ مغفور إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عامر يقول: حفظكم الله، أيهما أولى عند طالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم في بداية طلبه، هل يحفظ القرآن أو يبدأ بقراءة أمهات الكتب؟ أولا لا بد من معلم يتعلم عليه، لا بد من عالم يطلب العلم على يده ثم هو يوجهه بالطريقة التي يسير عليها. ولا شك أن حفظ القرآن
أولى لأن يبدأ به يحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يستشير العالم الذي يريد أن يقرأ عليه أي كتاب أنسب له. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ هذا السائل: إذا كان عند الرجل أولاد ذكور وإناث، هل يساوي بينهم في الهدية والهبة والأعاطي، أم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث؟ نعم، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه هي القسمة التي قسمها الله بين الذكور والإناث من الإخوة والأخوات والأولاد. العطية بين الأولاد يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كما أنه في الميراث أعطى الله الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ أبو هشام يقول: لي صديق شيخ اشترى لصديق له سيارة وباعها عليه بأقساط كثيرة وزاد في القيمة زيادة كبيرة لأجل معلوم، ما حكم هذا البيع وما هو البيع المنهي عنه؟ نعم، إذا كان اشترى السيارة وتملكها وقبضها ثم باعها على غيره بثمن حال أو بثمن مؤجل فلا بأس بذلك، ولا حد للزيادة في مثل هذه المسألة، إلا أنه ينبغي أن لا يرهق المحتاج بالزيادة الكثيرة عليه، فتكون الزيادة متوسطة في مقابل الأجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: هل الإفطار للمسافر بالإجماع؟ نعم، أجمع العلماء على أن المسافر له أن يفطر، والجمهور على أن هذا رخصة، على أن هذا رخصة، إن شاء فعله وهو أفضل وإن شاء صام، وذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه الإفطار. نعم. جزاكم الله خيرا. وأنه لو صام لا يجزيه عند الظاهرية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أبو هشام يقول: استعرضنا بعضا من أسئلة في الحلقة الماضية. يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: إذا دخل الرجل المسجد وهو مسافر فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب فدخل معهم، ولما قام الإمام إلى الرابعة جلس، فهل فعله صحيح؟ نعم، فعله صحيح أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، لكن إذا قام الإمام إلى الرابعة لا يتابعه، لأن المغرب ثلاث ركعات، بل يأتي بالتشهد الأخير ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أبو أحمد من الرس يقول: عندي مجموعة من الأسهم وهي الآن عندي لمدة 4 سنوات ولم أقم بإخراج الزكاة عنها، هل على هذه الأسهم زكاة؟ إذا كانت معدة للتجارة وطلب الربح هي مثل السلع، عليها الزكاة، ثمنها كل سنة بما تساوي ويزكيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ: بأنني تخرجت من الجامعة ولكنني كان عندي ضعف في إيماني فغشيت، وقدمت أوراقي الآن للجهات وحصلت على وظيفة، فما حكم الراتب الذي أتقاضاه جزاكم الله خيرا؟ عليك التوبة من الغش والاستغفار، وأما الوظيفة إذا قمت بالعمل على الوجه المطلوب وأديت العمل الوظيفي على الوجه المطلوب فأنت تستحق الراتب في مقابل العمل الذي أديته، ولكن تتوب من الغش ولا تعود لمثل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل أبو عمار يقول فضيلة الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا لمن فاتته الصلاة، المتصدق هل يكون إماما أو مأموما؟ وهل تتم الصلاة كاملة أم يصلي ركعتين؟ وهل يصح ذلك في أوقات النهي مثلا بعد صلاة العصر لمن فاته العصر؟ كل هذا صحيح، يجوز أن يكون إماما وأن يكون مأموما، وهي له نافلة، ولمن فاتته الصلاة فريضة لا بأس بذلك، ولكن يكمل الصلاة معه ولا يقتصر على ركعتين، بل يكمل الصلاة معه وهي نافلة، ويجوز هذا في أوقات النهي وفي غيرها. نعم. السائل يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في ذهاب الجنازة إلى مساجد معينة للصلاة عليها لكثرة
المصلين هناك. وأيضا فقرتي الثانية، لو دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض التكبيرات فما الحكم؟ نعم، ذهب الناس جنائز إلى مسجد معين يجوز من حيث الأصل، لكن إذا ترتب على ذلك ازدحامات أو غلط في الجنائز أو ما أشبه ذلك فلا شك أن الأولى أن تفرق الجنائز في المساجد لتتسع لها وليتمكن الناس من الصلاة على جنائزهم وحملها ومن غير ازدحامات ومن غير مشقة. وإذا فاتتك أول التكبيرات على صلاة الجنازة فإنك تدخل فيما بقي على أنه أول صلاتك، ثم إذا سلم الإمام فإنك تأتي بالتكبيرات التي فاتتك مرتبة، يكون ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك وما تأتي به هو آخر صلاتك بعد الإمام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ علي يقول: فضيلة الشيخ، شاهدت في بعض محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة 100 ريال أو 50 ريال أو أكثر، في هذا الدفتر رقمك الخاص يعطونه لك ويعطونك هذا الدفتر بعد أن يكتبوا الاسم والتليفون، وبعد ذلك من اشتراكك في هذا الدفتر يجري سحب على سيارة أو جائزة ثمينة يدفعونها لك عند شرائك لهذا الدفتر من أجل أن تتردد عليهم، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، وهو من القمار، هذا من القمار ومن الميسر، من أكل أموال الناس بالباطل، ومن المنافسة التي لا تصلح، لأن تضر بالناس وأصحاب المحلات الأخرى، يجب ترك هذا العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول بأنه طالب منتسب في إحدى الجامعات ويتردد لأداء الاختبارات لمدة أسبوعين، هل يجوز له في مثل هذه الحالة أن يجمع ويقصر في الصلاة؟ في الطريق إذا كان المسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر فإنه يجمع ويقصر، أما إذا كان في البلد الذي يؤدي فيه الاختبار فإنه يصلي مع المسلمين في المساجد ويتم الصلاة ولا يجمع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل هادي يقول: فضيلة الشيخ، منذ سنوات عديدة وأنا أعاني من هذا الأمر وهو أمر صحي، فأنا مصاب بخروج غازات، هل يكون الحكم في الشريعة عندي كحكم من يكون من ابتلي بسلس البول؟ أرجو أن تدعو لي بالشفاء العاجل. صلى الله عليه يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. خروج الريح إذا كان مستمرا لا ينقطع فإنه مثل سلس البول، أما إذا كان يأتي في بعض الفترات دون بعض فليس مثل سلس البول. نعم. تقول السائلة: أم هيثم، فضيلة الشيخ، عندي أولادي وبناتي دائما ما يقومون بإغضابي، فأدعو عليهم قبيل المغرب أو بعد العشاء، فما حكم الدعاء عليهم مأجورين؟ لا يجوز الدعاء على مسلم كيف على الأولاد والأقارب لأن لا يصادف وقت إجابة، عليك بالصبر والتحمل وعدم الدعاء على أولادك. جزاكم الله خيرا. يقول: بالنسبة للشاب الذي يجمع مالا للزواج من خلال عمله في الليل والنهار وحالته متوسطة وحال على هذا المبلغ الحول، فهل عليه زكاة ومتى يزكى مأجورين؟ نعم، إذا حال الحول على المبلغ وكان يبلغ النصاب فأكثر فإنه تجب فيه الزكاة، سواء نويته للتجارة أو نويته لشراء سلعة أو نويته للزواج وغير ذلك. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل صلاتي صحيحة إذا صليت بدون خشوع؟ الصلاة صحيحة لكن ليس فيها أجر، ليس فيها أجر، إنما الأجر فيما خشع فيه القلب وحضر فيه القلب، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي الحديث: ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها. نعم. السائل عبد الله من الرياض يقول: بماذا تنصحون طالب العلم أن يختار من كتب الفقه وكتب الأحاديث في بدايته؟ كتب كثيرة، ولكن الشأن في المعلم الذي يشرح لك هذه الكتب ويبينها لك، فاختر لنفسك من أهل العلم أن تثق بعلمه ودينه
واطلب العلم على يده وهو يوجهك إلى الكتب المناسبة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بألف عين عين يقول: هل يجوز لي يا شيخ أن أشتري السلعة وأقوم ببيعها على شخص آخر وقد تيقنت وعرفت بأنه قبل شراء السلعة بأنه سوف يشتري السلعة مني، مع العلم بأنه لم يكن هناك وعد أو اتفاق مسبق بل لمعرفتي بالشخص وتيقني بأنه سوف يشتريها مني؟ إذا كنت أبرمت معه عقدا واتفاقا على أنك تشتري السلعة وتبيعها عليه هذا لا يجوز. أما إذا اشتريتها لنفسك ملكتها قبضتها ثم بعتها عليه أو على غيره فلا بأس بذلك. يقول السائل: البنت لو ذبح لها سبع بقرة قياسا على الأضحية هل تجزي يا شيخ؟ لا تقاس العقيقة على الأضحية، لا يجزي فيها الشرك في الدم من بدنة أو بقرة، ولكن إذا ذبح البقرة تكون كلها عقيقة، وإذا ذبح البدنة تكون كلها عقيقة، نعم، ولا تقاس على الأضحية، نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، كيف أعرف بأن توبتي قد قبلت؟ لا أعلم هذا إلا الله، ولكن عليك بالإتيان بشروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب وتركه والعزم أن لا تعود إليه والندم على ما فات وقبول التوبة عند الله. الله جل وعلا وعد، وهو لا يخلف وعده، وعد من تاب أنه يتوب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. أم سلمى تقول: فضيلة الشيخ، والدتي كبيرة في السن وهي مريضة منذ سنوات، وعند الصلاة نقوم بإيقاظها ونمسك بها، فهل تجلس متربعة أو كهيئة التشهد؟ وما الدليل على ذلك حفظكم الله في صلاة المريض؟ المريض يصلي على حسب استطاعته، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ويجوز أن يصلي المريض جالسا متربعا أو متوركا أو مفترشا على حسب الأسهل له. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: أنا أصلي وأحافظ على الصلاة ولكن أفعل بعض المنكرات، فما هي نصيحتكم لي ولماذا لا تنهاني صلاتي عن المنكر؟ نعم، عليك بالتوبة إلى الله. محافظتك على الصلاة شيء طيب، وهذا هو الواجب عليك، والفرض الله عليك المحافظة على الصلوات، وإذا وقع منك لم تتوب إلى الله ولا تيأس، وكون الصلاة لا تنهاك عن المعصية هذا يدل على نقص في الصلاة. لو كانت الصلاة تامة ومستوفية لمتطلباتها لنهتك عن المنكر، ولكن يكون فيها نقص وفيها قصور. كلنا خطاء وخير الخطائين توابون. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال الأخ سوداني مقيم بالرياض يقول: كم بين العمرة والإتيان بالعمرة في الأخرى، وما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ لا بأس بتكرار العمرة في السفرة الواحدة، لكن ينبغي أن يكون بين العمرتين وقت ينبت فيه شعر الرأس، وقت ينبت فيه شعر الرأس. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا جمم رأسه، إذا صار له جمة كرر العمرة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.